إذا أعزائي المشاهدين، طبعا احنا مستمرين معكم. المفوضية قالت كلمتها الأخيرة بأنه لا يوجد هناك تزوير. فبالبداية احنا من رحنا على الانتخابات ووقفنا معهم وقفة شرف. الموصلية وقفت مع الانتخابات وقفة شرف، وقفة متوازنة، ولكن احنا عندما رأينا التزوير طالبنا بإعادة الفرز والعدل. الفرز والعدل اليدوي صار، والمفوضية قالت هي متطابقة، يعني قالوا بمعنى ماكو تزوير بالموصل. شو تقول؟ ماكو تزوير، يعني هذا الحكي ما اعرف منين يجيبوه جماعه المفوضيه. يا اخي هي كلها تزوير في تزوير، ماكو شغله. يعني انتخابات خلال 24 ساعه تظهر، تمام، كمبيوتر واجهزه وش اسمه، ولا واحد بالعراق. الانتخابات كلها مزوره قطعي، حتى اسال الجاهل، الجاهل يقول لك الانتخابات مزوره. والدليل على ذلك الخروقات اللي صارت، حرق الصناديق، كسر الأجهزة وسقوطها على المواطنين وماتوا ناس من وراها. وبعيننا شفنا يا أخي، بعيننا شفنا التزوير. واللي هو يروح هو مرشح أصلا، أهله انتخبوه، ما طلع ولا واحد من انتخبوه بمركز الانتخابي. فهمني دشو شون، مهزلة لو ما مهزلة؟ مفوضية إيش يا رجل؟ مفوضية إيش؟ قمة التزوير هم رأس المفوضية، هم نفسهم هم قدمة التزوير، لأن هم يخدمون ناس معينين. اللي باع عمارة ببغداد وانطاها لفلان في سبيل يطلع اسمه، ما طلع اسمه، قام فضح عمرت الأخ، والله أنا بعت عمارة بمليارين وانطيتهم على مود اسمي يطلع. والمرشح الأخ ما أريد أقول اسمه، راح لعلمكم هاي من قرايبه، راح على قرايبه قالوا له يابا ترى ما ننتخبه، قال أنا ما محتاجكم، أنا أصلا دافع مقدما، وهم طلع. المجرب لا يجرب، هلا هلا هلا. هم جرب، هم مرت الاخ رجعوا نفسهم. هذول هم اللي قاعدين على الكراسي، بوق وسلب ونهب، وهاي العالم خطيه. باو عليه، باو العالم فلس ما عندهم. يا اخي احنا خوما الف واحد، نريد واحد بالدوله، رئيس وزراء واحد، رئيس جمهوريه واحد. شو نسوي بهالمفوضيه والانتخابات؟ انتخابات شهر، شهرين، ثلاث شهور، اربع شهور. ما اريد اصلا، ما اريد لا مجلس النواب لا مجلس الوزراء. أريد شخص معين يخدم البلد. العراق كله تراح من أوله لآخره، بوق، نهيبة، سلب، وإحنا الذي أكلنا جزاته. هذا الشعب الفقير هو الذي أكل جزاته. يا أخوي يا حبيبي، شايف لك ولا 76 حزب، فالذي نرجوه 169 160 مدري ما ايش كان. هاي كلها تبوق، الحكومة تبوق وما يبوقون، والله باقونا. شو اسمه، كل محافظه يمثلها شخص واحد بس يكفي، فقط يكفيها للمحافظه، فقط واحد يمثلها ويدير امورها. وعليش الخبصه والواسه والفلوس الحلوه اللي ياخذوها؟ ليش؟ ايش معناتها؟ انا من ضمن الكيانات السياسيه. ايه، بالنسبه للمفوضيه، المفوضيه ما خلت اصلا، مفوضيه نينوى وما خلت الموظفين، موظفي الكيانات السياسيه يدخلون على 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 العدو الفرز اليدوي. اخويا التزوير بمحافظه نينوى 90%، باعتراف بعض النواب عن طريق مخيمات النازحين، وجنوب الموصل ثلاث ارباعهم ما وصلوا لمراكز الانتخابات. واكبر مركز انتخابي اذا بي 250 ورقه، 50 ورقه فقط او 40 ورقه جو انتخبوا. ال 200 ورقه هم زوروها وخلوا الاحزاب والاسماء اللي يريدوها وترشحت. وثانيا الكراسي، هم النواب يقولون المجرب لا يجرب، النواب نفسهم اللي جربناهم هاي اربع سنين نفسهم فازوا، راحوا على غير دول، دفعوا فلوس دفاتر، 100 دفتر و10 دفاتر و50 دفتر ورجعوا. ونحن هذا حال الشعب، الشباب كله استه، ثلاث ارباع سوق النبي، شرطه مفصولين. اذا اعزائي المشاهدين، الشعب الموصلي يعرف المفوضيه من اولى ايامه في البدء للتحضير بالانتخابات في العراق. المفوضيه لم تكن مستعده للانتخابات بسبب التزوير الذي حصل، وبسبب الخروقات التي حصلت، وبسبب حرق الصناديق بعد تصويت البرلمان على العدو الفرز اليدوي. حتى العدو الفرز اليدوي المواطنين لديهم شكوك به، ولديهم اقتراحات هي إلغاء نتائج الانتخابات.